طبعا كل الناس كانت متضايقه من الصيف والحر، وبعدين مش احنا كمان كنا متضايقين منه جدا يعني، لكن خلاص كلها كام يوم وهنودع فصل الصيف السنه دي. امبارح المعهد القومي للبحوث الفلكيه قال ان فصل الخريف خلاص هيبدا يوم السبت اللي جاي الموافق 23 سبتمبر الساعه بالظبط 9 صباحا و49 دقيقه، يعني حوالي الساعه 10، وده وقت تعامد الشمس على خط الاستواء. طبعا مش هيهم الناس وقت تعامد الشمس على خط الاستواء ولا لا، لكن اللي هيفرق عند الناس ان خلاص الصيف بينتهي الخريف بيبدا وهيستمر فصل الخريف 89 يوم. الحمد لله على سلامتنا، والله الناس كان عندها حق، ويعني فكره استعجال انتهاء فصل الصيف لانه حقيقي السنه دي كان الجو حر جدا، مش بس في مصر لا يمكن العالم كله كان بيعاني من ارتفاع كبير في درجه الحراره، والناس كانت مختلفه انهي شهر اللي هيبقى احر من التاني، لكن رسميا كان شهر يوليو اللي فات ده الشهر الاكثر سخونه على كوكب الارض، وده وفقا لبيانات وكاله ناسا. عشان كده تلاقي ناس كتير كانت عماله تدعي وتقول اللهم بلغنا فصل الصيف، واعتقد ان انا كنت من اول فصل الشتاء بقى. فصل الخريف. الخريف كمان الشتاء ساعات برضو بيبقى برد قوي، فالناس بتحب الخريف. فكر في الخريف كده، الجو لطيف ومشمس وفي نفس الوقت في نسمه هواء حلوه لكن في بدايه المدارس، فانت بيبقى صعب قوي. معلش في حاجات بتعدي كده، معلش بس بدايه المدارس لسه ما ابتدتش تدخل في الامتحانات فتمام، بس الاولاد نزلت المدارس فبرضه تمام وسقعه ومش قوي يعني بص لا جميل جميل الخريف. انا من الناس اللي احب الشتاء اكتر طبعا من الصيف ده بكل تاكيد، ومن الخريف كمان. يعني الخريف دايما اكتئاب تغيير الفصول كده بيجي في البدايه كده، ودايما بيجي مع فصل الخريف كمان، والاجواء بتبقى الاجواء صعبه شويه في فصل الخريف، لكن مع الشتاء ولسعه البرد اللطيفه برضو، عشان ايه ما نقولش ان هي الجو طبعا برد جدا بقاله كام سنه، لكن الشتاء لما يكون فيه لسعه البرد اللطيفه الجميله دي مشكلته الوحيده في الشتاء، للصحيان بدري وانك تقوم من تحت البطانيه ده احنا عارفينه، لكن في النهايه انت اليوم انت مبسوط. يعني خلينا متفقين برضو ان الصيف مش كله حر وحاجات وجو صعب وبتاع ورطوبه، يعني في ناس برضو احنا كلنا بنروح المصايف وبيبقى عندنا اجازات وبنستمتع وبنسهر كمان مع اصحابنا، وناس كتير استمتعت السنه دي وخصوصا في الساحل. مهرجان طبعا مهرجان مدينه العالمين عمل حاله كده من الرواج السياحي وبهجه عند كتير من الناس، سواء بقى في العالمين او حتى الناس اللي في البيوت اللي كانوا بيتابعوا الحفلات على شاشات قنوات الشركه المتحده. اكيد يا شاذلي الصيف السنه دي رغم انه كان حر لكن نقدر نقول ان كان صيف ساخن جدا، مش بس في الحراره لا كان كمان في يعني الايفنتس وفي المهرجانات وفي الاحداث اللي كانت موجوده. الناس اللي تابعت مثلا مهرجان العالمين سواء كانت موجوده في الساحل او كانت موجوده في البيوت حصل لها كده حاله من الابهار، وده يمكن كان على مدار اكتر من 50 يوم من الفعاليات الفنيه والترفيهيه وكمان الرياضيه، فكان كل واحد بيحب حاجه كان هيلاقيها موجوده في المهرجان ده. صبح عليكم، ان شاء الله خريف يبقى زي الفل، وان شاء الله الشتاء كمان سريعا. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.